خلصنا العمل ب 20 شهر ويوميا عم نشتغل يعني 5-6 ساعات بالنهار لانه الموسم ضعيف كثير كثير، وممكن نشتغل الشهر ال 11 ل 20 11 كونه في موسم ضعيف وعم يجيبوا العالم بالتنقيط يعني، ونحن اعتمادنا على المنطقه الجبليه بيجيني من الصنفي من الجبل من الكفريه من جبله من مناطق القرى اللي حوالها من نقبلهم وعم يجينا شوي. هلا السنه بشكل عام كان الانتاج كثير ضعيف لاسباب كثيره، يبدو الجو وقله الاسمده وظروف البيئيه للزيتون ما كانت مواتيه. نحن بالمصطلح العام بالضيعه يعني بنعتبر النوع الخضيري هو الاكثر انتاجا للزيت، ولذلك يعني كانت العالم كثير حريصه تحول زيتونها بطعمه الى هذا النوع من الزيت. موسم جيد الى حد ما بالنسبه للقياس بالاعوام الماضي. الزيتون عندنا الحمد لله رب العالمين صحيح هو عدي بس ناجح كثير كثير، واطيب زيتون بالمنطقه كلها بالساحل السوري كله، زيتونه مشهور منطقتنا هي جبل كفريه، كفريه زيتونه خضيري وهذا النوع الخضيري كثير رائع للصمد وللزيت، يعني يضاهي زيتون العالم. هذا مخلفات الزيتون هذا له فوائد كثير كثير كثيره، ما ممنوع ينكب منه ولا كيلو هذا ولا جرام يعني، هذا ممكن له افران خاصه بيطلع منه مواد زيتيه بصير للصابون، والمي اللي بتطلع منه المي بسقوا فيها الاراضي الزيتون والاشجار والى اخره الاشجار المثمره، بس مو بكميات كبيره كثير، بكميات قليله يعني بين الصف والصف بيمشي رشاش وبرشه مره اثنين ثلاثه فبيفيد جدا هذا، والبقي بيصير للفحم بيصير قوالب تدفئه يعني ما بيكب منه شيء بتاتا. نحن عندنا سجر هون احسن انواع الزيت اللي بيعطي زيت اسمه الخضيره، نوع الخضيره بيجي الدرمليلي بعد منه كويس، بس عندنا نوع اسمه طليانه، الطليانه كل سنه بيعطي. الحمد لله اشتغلنا بخير والحمد لله خلصنا اليوم اخر يوم بالشغل، قلنا 20 يوم ونحن عم نشتغل. الزيتون السنه الموسم ما كثير عم نول، كان الموسم غير بس الحمد لله رب العالمين، يعني صحيح موسم قليل بس الحمد لله في موسم، واحسن انواع الموسم هو الزيتون الخضيره هو احسن شيء والحمد لله رب العالمين.